شفنا أداء كبير جدا من فتيات الذهب، فرحة كبيرة أكيد بالنسبة لنا وبالنسبة لكل جماهير النادي الأهلي، تحديدا جماهير ألعاب الصالات، خاصة إن هي كانت مباراة صعبة جدا، وزي ما بنقول كده إن هي كانت ماشين بوينت ببوينت، ولكن الحقيقة قدرنا إن احنا نحسم هذه البطولة لصالحنا للعام الثاني على التوالي. أكيد طبعا، ألف مبروك للنادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي. يمكن المباراة النهاردة شهدت كواليس كتير قوي، يعني الشوط الأولاني نادي الزمالك قدر إن هو يكسبه، قدرنا نرجع في الشوط الثاني والثالث بأداء كويس جدا، الشوط الرابع حصل فيه دروب، الجيم الخامس لا كان كانت الفرقه كلها على يعني روح الفانيلا الحمراء زي ما بيقولوا، كانت مسيطره على الملعب النهارده. اداء النهارده يعني رجولي بصراحه من البنات، النهارده كلهم النهارده كانوا كويسين جدا، يعني حتى اللي كان بيخرج ويجي يرجع الملعب تاني كان بيأدي بشكل كبير جدا. تيتيانا النهارده تحس ان هي مصريه، يعني طبعا تلعب بروح الفانيلا الحمراء بطريقه كبيره، وعملت مباراه كبيره جدا، وما يعني واللعيبه كلها بصراحه النهارده ندى حمدي كل اللعيبه، مي غزال النهارده في النقط الصعبه في اخر في الجيم الخامس قدرت بالارسال وبالبلوك ان هي تخلص، ايا خالد دعاء، يعني بصراحه النهارده لا البنات كلهم كانوا كويسين. وقلنا من اول الماتش ان الماتش ده هيبقى كاتشنه، يعني كابتن ابراهيم النهارده قدر النهارده كذا نقطة كذا تكتيك عمله النهارده في المباراة ان هو يقلب لعيبة مركز اربعة في مركز اتنين ويجيب حد من مركز اتنين يلعبه في مركز اربعة، دي كانت ريسك كبير جدا، بس هو متأكد من امكانيات اللعيبة عنده. وقدر الحقيقة الماتش بهدوء برضو شديد شفناه يعني طول الماتش، يعني والله يعني فعلا فكرة ان هو برضو ده اول مواجهة ليه للنادي الاهلي بعد طبعا قيادته للفريق في بطولة هامة زي دي، ويقدر ان هو يحسمها بالشكل ده، فاكيد كابتن ابراهيم أكيد نجح في ده وخبرة كبيرة. اكيد طبعا، يعني هو واثق في اللعيبة عنده، يعني ان هو يلاعب لعيبة في مركز اربعة زي سارة امين، لعيبة في مركز اتنين النهاردة ده كان ريسك كبير جدا، بس كان محسوب ليه، يعني شوية حاجات تفاصيل صغيرة النهاردة هي اللي قدرت تخلي النادي الاهلي النهاردة يتفوق في المباراة. طيب